بص يا جماعه، معانا مرض انا هحاول اشرحه لكم في الفيديو. هو اسمه موتور نيرون ديزيز. الموتور نيرون ديزيز ده بيصيب حاجه انا يعني بص هو يعني هو المرض هشرح لكم بالعربي يعني على قد ما اقدر. بيصيب حاجه اسمها الانتيرور سيلز، زي جزء مسؤول عن الحركه جوه النخاع الشوكي. تمام؟ يعني ايه؟ انا هعرب على قد ما نقدر. ده شرح المرض. فبيأثر على الحركة، ممكن يأثر على الأربع أطراف، يوصلنا لشرع الرباعي، ممكن يأثر على عضلات الكلام وعلى عضلات البلع. الحاجة جات لنا طبعا كان مفيش قدرة على الكلام، ولكن عندنا قدرة على يعني كانت بتتكلم كلام مش متفسر قوي. هما كنت بسألهم بتقول ايه؟ دلوقتي احنا بنتكلم مع بعض وقالت لي هاتي بوسه قبل التصوير وخلاص ايه الكلام واضح. وكمان ما شاء الله مشيت الاستجابه كانت ما شاء الله سريعه. احنا على فكره لسه في كمان ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله، احنا في الاسبوع الاولاني. ربنا يا رب يشفي كل مرضانا ويشفي مرضايا ومرضى المسلمين، لانه دي دعوتي دايما في الصلاه كده، بدعي ان ربنا يشفي مرضانا ويجعلني سبب في شفاهم وفرحتهم كده. فا يا رب. احنا جينا نقومها الاول عشان نعمل الفيديو، لكن زوجها قال لنا لا هي هتقوم لوحدها فعشان نوريكم التطور. قبل ما تقومي بقى طمنيني عليكي عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي انت كنت جاهزه ازاي وبقينا ازاي في الاسبوع ده؟ تمام الحمد لله. بصوا الكلام، انا بحاول اخليها تتكلم. احنا كنا مش قادرين نمشي، وكنا داخلين متسندين. صح؟ بص انا عايزاكم تسمعوا صوتها وهي بتتكلم. دلوقتي قادرين نعمل ايه؟ نتكلم نمشي ونقوم لوحدنا مع الكرسي. ونقول لوحدنا مع الكرسي. سامعين يا جماعه كلامها بقى متفسر ازاي بعد ما اشتغلنا على برنامج صعوبه الكلام؟ احنا كده ما احتاجناش تخاطب، الحاله دي ما احتاجتش دكتور تخاطب، ومش محتاجه لان الكلام طالع واضح. ويعني انا قلت لهم احتمال نحتاج تخاطب، بس احنا كده خلاص عدينا التخاطب في جلسات العلاج الطبيعي اللي عملناها لعضلات الكلام والبلع. قبل ما نقومها نمشيها، مهمه قوي اوجه نصيحه لعيانين موتور نيرون ديزيز. الموتور نيرون ديزيز ده مرض مزمن زي الامراض المزمنه، زي اي مرض مزمن زي الضغط، زي السكر، زي اللي جات له جلطه. بيحتاج زي كل سنه نعمل صيانه للعضلات علشان نأخر تدهور المرض ونحسن الحاله، نخليها يعني احنا مثلا لو كنا سيبناها انها ما بتتحركش وما بتتكلمش وما كانتش بدات الجلسات، كان الوضع هيبقى ايه؟ ان هي بدات الكلام يبقى مش موجود، ما بدات ان هي في صعوبه في الحركه وبيشيلوها وبيحركوها. لا هنبقى على ويل تشير، يعني على كرسي متحرك. دي مشكله المرض ده. فالمرض ده احنا لازم نسيطر عليه. هو مرض بيصيب جزء الحركة في النخاع الشوكي، اسمه موتور نيرون ديزيز، وفي منه ثلاث أنواع. فمش هدخلكم في المصطلحات العلمية، بس بحاول أشرح لكم المرض ده علشان اللي يفهم إن هو عنده المرض ده يلحق نفسه، لأنه الحاجة لو كانت قعدت شوية كان المرض طبيعته بيتدور بسرعة. فلو هي جت لحقت نفسها اتكلمت زي ما انتم شايفين بتبلع الحمد لله. هي كان الموضوع اصاب عضلات الكلام لسه ما كانش وصل للبلع. بدات تقوم لوحدها، بدات تتحرك لوحدها. يلا يلا يا حاجه موجود، قومي لوحدك، احنا مالناش دعوه بيكي. بس ما شاء الله يلا امشي. احنا ما شاء الله اول اسبوع حاله موتور نيرون ديزيز. زي ما احنا شايفين المشيه بتاعتها برافو عليكي يا حاجه مبروك. انا حبيت بس اوريكم هي بتمشي حلو ازاي وبنقول ونقعد. انت اللي حبيبتي الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. المهم انت مبسوطه؟ الحمد لله. يا رب يجعلنا سبب في شفاء كل المرضى كده ورسم السرور على وشوشهم يا رب.